للوقوف عند التطورات الميدانية والسياسية في سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي السوري العميد أحمد رحال. سيادة العميد، مرحبا بكم. يعني بعد تجدد الاشتباكات بين العشائر العربية وميليشيا قسد في دير الزور، بداية قبل الدخول في تفاصيل هذا الخبر وهذه الأخبار المتواترة من هناك، يعني بما تفسر عودة الاشتباكات بعد أن توقف؟ سيادة العميد، مساء الخير، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم الكرام. تغطية المشكلة ليس حلاً بعد استطاع التحالف الدولي ووساطات من شيوخ العشائر والوجهاء من إيقاف الاقتتال الذي اندلع الشهر الماضي، وجدنا من أن قسد عادت إلى ما كانت عليه، إن كان بعملية اتهام شيوخ العشائر بالفتنة أو الحملة الأمنية التي قامت بها، أو عملية دعشنت العشائر، أو التصفيات، أو عملية الاعتداء على الشباب العربي، لم يكن هو ما تم الاتفاق عليه. وبالتالي عادت العشائر بعملية التصعيد مع إعلان الشيخ إبراهيم ليفل النفير العام. بالبداية هناك عديد من المشاكل، الطريقة التي تتعامل بها قسد ومسد مع المكونات الموجودة في شرق الفرات، إن كان من عرب أو تركمان أو أشور أو سريان أو حيث ما كان، هي على طريقة الجبهة الوطنية التقدمية، بمعنى أن الجميع يشارك لكن القرار محجوز لجماعات قنديل، وهذا أمر مرفوض قطعا من أن هذه المنطقة عربية ويجب أن تقاد من قبل أهلها. وبالتالي لم تقدم قسد الضمانات التي أعطتها، ولم تعد عملية هيكلة القيادات. هذا ما دفع العشائر للحركة من جديد، إن كان عبر النفير أو عبر الاشتباكات التي انطلقت من ذيبان. ولكن سيادة العميد، هناك من يقول إن توقف الاشتباكات هو محاولة تصوير وقف إطلاق النار على أنه محصن بتفاهمات بين العشائر وميليشيا قسد، كيف تنظر إلى هذا التخريج؟ يعني كان الجميع يظن من أن التحالف الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على ضبط التحركات، ولديها القدرة على فرض الانضباط، ولديها القدرة على أعطاء التعليمات للانسجام أو للاستجابة لمتطلبات وقف إطلاق النار وشروط والضمانات التي أعطيت. لكن قسد عادت لديدنها السابق من حيث أعطاء كلام لكن في التطبيق يكون معدوما. وبالتالي أمام هذه الحالة وجد من أن هناك ثغرات كبيرة. هذه الثغرات دفعت اليوم إلى سيناريوهات جديدة. هناك من يتحدث من أنه على التحالف الدولي أن يقوم بعملية تقسيم مناطق التي تخضع لها قسد بالمكون الكردي ببعض المكونات، أما منطقة العشائر فيجب أن تخضع لقيادة عربية عشائرية من قبل الشيوخ. طيب سيادة العميد، المرصد السوري لحقوق الإنسان في التعليق على عودة إطلاق النار في دير الزور أرجعه إلى أن ميليشيا قسد استهدفت ميليشيات إيرانية غرب الفرات، ما مدى دقة وحقيقة هذه الرواية؟ هلا بالتأكيد هناك من حاول استغلال الموقف، إن كان عبر ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام وهم من أبناء العشائر، حاولوا استغلال هذا الأمر. بالتأكيد تنظيم داعش الإرهابي سيحاول استغلال، بالتأكيد قوات نواف البشير التابعة والمبايعة للإيراني ونظام الأسد ستستغل هذا الموضوع وتشارك. لكن هذا لا يعني أنه قرار عشائري، هذا لا يعني أن العشائر العربية الموجودة في دير الزور تتحالف مع داعش أو مع الدفاع الوطني أو مع ميليشيات نواف البشير. لهذا الأمر انعكس سلبا. كان يفترض أن يقول مظلوم عبدي أو قيادة قسد، هناك من استغل هذا الأمر، لكن أن يتهم العشائر بالتنسيق مع إيران وينسب لها كل الخروقات، هذا أمر خاطئ. بدليل قبل انطلاق الاشتباكات كان هناك ثغرات تعبر منها الدواعش، وهناك خلايا نائمة لإيران، فما علاقة العشائر بالأمر؟ سيادة العميد، بالنسبة إلى روسيا، هناك من يرى أن روسيا تريد أن تثير قلاقل في شرق الفرات لتجد ذريعة لتدخل قواتها، هل لروسيا مصلحة حقيقية فعلا في شرق الفرات سيادة العميد؟ سيدي الكريم، هذا الأمر ليس اتهاما وليس تحليلا. دعنا نعود إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في طهران ما بين الرئيس التركي والرئيس الروسي والرئيس الإيراني، وهناك خرج بند واضح وصريح، إقامة والعمل على كل الإجراءات
التي تصعب الوجود الأمريكي لإخراج القوات الأمريكية من سوريا. وبالتالي نعم، اليوم ليس في روسيا فقط بل إيران من تعمل كل ما تستطيع على محاولة زعزعة الوجود الأمريكي لخلق واقع مشابه لما حصل في العراق من أجل عملية إجبار الولايات المتحدة الأمريكية على الانسحاب. حتى بشار الأسد ونظام الأسد منذ حوالي شهرين أطلق ما يسمى المقاومة الشعبية، وهي تعتمد على أبناء المنطقة من أجل التحرش بالقوات الأمريكية. وبالتالي اليوم هناك ثلاثي متفق، إيران، روسيا، نظام الأسد، تفعل كل ما تستطيع لإزعاج الأمريكان وخلق الظروف لإجبارهم على الخروج من سوريا. قبل أن نتناول التطبيع العربي الذي ثبت فشله، لو فتحنا نافذة موقف النظام، يعني كيف تقيم موقف النظام من هذه التجاذبات في وقت تتحرك فيه التظاهرات الشعبية ضده في مناطق من المفترض أنها موالية لنظام بشار الأسد سيادة العميد؟ يعني نظام الأسد وجد فيما يحصل في شرق الفرات فائدة باتجاهين. الاتجاه الأول هي الأجندة التي يعمل عليها من خلال إقامة ما يسمى المقاومة الشعبية وزعزعة الوجود الأمريكي. الاتجاه الأهم كان في محاولة استغلال ما يحصل في شرق الفرات من أجل التغطية على الانتفاضة العظيمة التي انطلقت في جبل العرب وفي مدينة سويداء وأريافها. وبالتالي نظام الأسد استفاد من تلك المنطقة وحاول توظيفها إعلاميا والاستفادة منها عسكريا ضد القوات الأمريكية. نعم سيادة العميد، بالنسبة للتطبيع العربي الذي ثبت فشله وتريد بعض الأطراف إبقائه على جهاز التنافس، بمعنى آخر أعيد عليكم طرح السؤال، التطبيع العربي هل يمكن أن يغير من المشهد على الأقل من الناحية السياسية في سوريا سيادة العميد؟ يعني التطبيع العربي منذ الأساس ولد ميتا لأنه يعتمد على تجاوب نظام الأسد، إن كان عبر وقف تهريب وإنتاج المخدرات أو كان عبر عملية سياسة خطوة مقابل خطوة وإنهاء الوجود الإيراني وحزب الله في سوريا، أو خلق البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وهي الشروط الثلاث التي وضعها العرب ومبدأ خطوة مقابل خطوة. لكن أمام ما قاله مؤخرا الملك عبد الله ملك الأردن وهو صاحب المبادرة خطوة مقابل خطوة، سأل سؤال وكان السؤال هو يعطي الواقع الفعلي، هل هناك سيطرة لبشار الأسد على سوريا؟ حقيقة هنا تكمن المشكلة، أن بشار الأسد فقد القرار السياسي، فقد القرار العسكري، فقد السيطرة على الحدود، فقد السيطرة على العسكر. وبالتالي أمام هذا الواقع اليوم الدول العربية تعلم هذا الأمر لكنها ما زالت تحاول إصلاح الأمر أو تحاول التخفي عن الفشل العربي. أضف إلى هذا الأمر نقطة غائبة الأهمية، هناك جدار العقوبات الغربية، إن كان القانون 2018 أو القرار 2254 أو محاربة الكبتاغون أو قانون قيصر، هناك قوانين لا تستطيع الدول العربية تجاوزها. وذلك وجدنا زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى جدة والاجتماع الخليجي، ووجدنا زيارة لرئيس المخابرات الأمريكية إلى بعض العواصم العربية ومن السعودية، من أن هناك عقوبات إياكم والمساس بها وإياكم والمساس بموضوع إعادة العمار. أمام هذا الواقع لا يجد بشار الأسد ما يفيده، وبالتالي هو يمتنع عن تطبيق ويعجز عن تطبيق أي من متطلبات العرب، وبالتالي عمليا يفشل التطبيع العربي. ولكن سيادة العميد، النظام السوري كان يعول كثيرا على التطبيع العربي في حلحلة الأزمة، هل هذه الرؤية صحيحة؟ هل هذا الطرح صحيح؟ نعم صحيح، وهذا ما قاله فيصل المقداد عندما اعتبر أن دمشق نفذت القرارات 254 ونفذت كل المتطلبات العربية وأنها تنتظر قاطرات المال من الدول العربية. هذا الأمر لم يحصل لأن هناك ضغوط أمريكية من أن الأموال التي تعطى لسوريا يجب أن تكون باتجاهين فقط، أموال مقابل وقف تهريب المخدرات وهي أموال محدودة، الأمر الثاني مساعدات إنسانية لكنها مضبوطة في التوزيع ومضبوطة في عملية المراقبة. هذا الأمر لم يحصل، وبالتالي نظام الأسد فوجئ من أنه غير قادر على الاستفادة من الأموال وغير قادر على تحسين اقتصاد المنهار. لذلك أيضا نظام الأسد فجع من أن العرب لن يعطوا ما هو متأمل منه.
تحدثنا سيادة العميد عن الموقف الروسي في الاشتباكات الدائرة بين ميليشيا قسد والعشائر العربية، ولكن كيف تفسر موقف الولايات المتحدة من هذه الاشتباكات؟ الولايات المتحدة الأمريكية في وضع حرج، هي لا تستطيع الوقوف مع قسد ضد العشائر، لأن المعركة القادمة والحديث العراقي السوري من أن هناك عملية أمريكية ما بين التلاف والمكمال وأغلاق الحدود العراقية السورية أمام إيران وإبعاد الحشد الشعبي عن الحدود السورية، وهذا كان بزيارة وزير الدفاع العراقي ورئيس الأركان ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، وسمعوا إلى هذا الكلام من معاونة وزير الدفاع الأمريكي والخارجية، وبالتالي أمريكا لا تستطيع دعم قسد. أيضا أمريكا لا تستطيع دعم العشائر ضد حليف منذ 7 سنوات من سنوات وهو يقاتل، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إمساك العصا بالمنتصف، تبقي على علاقة طيبة مع قسد وتبقي على علاقة طيبة مع العشائر وتحاول البحث عن حل مشترك، قد يكون فشل بالمرة الأولى لكن قد يكون هناك حل قادم بعملية تقاسم النفوذ وعملية إعادة هيكلة لقيادة المنطقة. عبر سكايب من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي السوري العميد أحمد رحال، شكرا جزيلا لكم.